شكرا على الاستضافة، شكرا لهذا المنابر الصحفية الجادة الإلكترونية الشارع نيوز وكذلك فيس بريس، وتحية وتقدير الأخ زهير المسؤول على جريدة فيس بريس. إخوان الأخوات، احنا في واحد العرس نضالي وحقوقي بامتياز اللي جينا كنأزرو واحد السيدة اللي كتعرفوها جميعا واللي العالم تفرج في الفيديو في قناة مراد ألوانكم، السيدة اللي وهو الموضوع ديال الجنس مقابل الدعم. شنو هو الدعم؟ هو الدعم ديال اليوتيوب، اجي نمارس معاك الجنس وندير القناة وطلع دخلي 20 مليون في الشهر. هذا الموضوع هذا الاخوان والاخوات اللي تار جا ديال الرأي العام، غادي نتفاجئوا بالاعتقال ديال السيدة اللي خرجت بهذا التصريح في الجريدة ديال مراد ألوانكم، كانت راه الاعتقال الاحتياطي. فالحمد لله جينا بصفتك حقوقي ورفقا من الإخوة الإعلاميين والصحافة والحقوقيين كذلك اللي جينا كنأزروا هذه السيدة، وصلنا صوتنا إن شاء الله الحمد لله الجهات المسؤولة بين هذه السيدة راه ضحية ديال استغلال ديال واحد رئيس الجمعية من يدعي على نفسه ينتسب إلى العمل الجمعوي ويسمي الجمعية ديالو رئيس الجمعية الملكية لمغاربة أوروبا. هذه الجمعية الإخوان والأخوات منذ الحدوث ديالها أو البروز ديالها أو الخروج ديالها إلا الضرب في الأعراض، إلا السب والقذف، إلا الابتزاز، إلا التشهير، إلا وهادشي راك كتعرفوه، ما غاديش نزيد نحكي لكم أكثر. الحمد لله حنا فرحانين، وشكرا السيد وكيل الملك اللي طلق لهاد السيدة هذه بكفالة ديال 10,000 درهم. هاد السيدة الحمد لله قدرنا نوفروا لها ثلاثة ديال المحامين إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي تبعوا الجلسات ديالها باش غادي يقنعوا الناس كذلك القضاء والأسرة ديال القضاء، ها الأدلة، ها ما يثبت، ها فين مشات. مازال هذا الملف الإخوان والأخوات ثقوا بي هذا كبر، عندنا فيه معطيات كثيرة، فيه الزيارة ديال الأماكن فين زارت هذه السيدة هذه، فين مشات مع هذا السيد إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهذه تكون نهاية مأساوية لكل ظالم، لكل متجبر، لكل سالط اللسان. فلنا الثقة في القضاء، لنا الثقة في الهيئة ديال المحاماة، لنا الثقة في الاخوان ديالنا الصحافه اللي كيجيو كينقلوا هذا الشيء بشكل مباشر. فاحنا جد فرحانين ومسرورين، شادين الطرقان ولكن فرحانين. علاش؟ بحيث الحمد لله وعدنا الام ديال هذه السيده هذه اخوتي العزاز، وعدناها بان اليوم غادي تبات في دارها، وكان الطلب عند الرب سبحانه وتعالى واستجب الطلب ديالنا والحمد لله. هو كل شيء فرحان، سواء المتتبعين ديال جل القنوات الشرفاء من داخل المغرب وخارج المغرب، الراي العام حتى هو يرتاح. ما يمكنش واحد السيده جات عطات واحد التصريح وغادي نشوفوها تعتقلات، ولكن حنا مازال غادي نعرفوا الاسباب ان شاء الله شنو هما الاسباب اللي اعتقلوا علاش تعتقلات هذه السيده. ان كتبقى السلطه مطلقه للسيد وكيل الملك المحترم بمدينه بالمحكمه الابتدائيه ديال القصر الكبير، ما غاديش نفقهوا اكثر منه في القانون، ولكن ان شاء الله الدفاع ديالنا كنعينوهم يخرجوا وغادي يعطيونا معطيات ان شاء الله كيفاش جات الشكايه، واش الشكايه كيديه، واش كاينه مؤامره كيف كنشوفوا ديما المؤامرات الاخوان والاخوات. كل شيء ان شاء الله غادي توصلوا به، ما غادي نخبيو ديما، حنا كننقلوا لكم الحقيقه والموضوعيه والخبر اليقين من العين المكان. شكرا جزيلا. هو السيده اللي كتسكن في مدينه قصر الكبير، وهذا السؤال للاسف الشديد هو شفتونا البارح في القناه ديالو، جاوب الاخ دريس قال لهم راه الصوص ديال هذه السيده هذه وراه جات عندي لمدينه فاس. هو كاين الاعتراف ديالو، كاين الاعتراف، والذي نوجه التحيه للشرفاء الذي شهدوا الى جانب هذه السيده هذه اللي حضروا في الدار في الوكر ديال الدعاره اللي هي عباره عن شقه مفروشه كتكرى في مدينه طنجه. كاين اعترافات حتى من الاصدقاء ديالو اللي مازالين معاه بان هذه السيده فعلا مشاو جابوها ودخلت الدار رفقه واحد السيده، وهذا الشيء كيتنافى مع القانون الاخوان والاخوات، والكل يتحمل المسؤوليه القانونيه ديالو. راه شوف، راه كلنا كنقولوا عاش الملك والصحراء المغربيه، لا داعي للمزايدات باسم هذا الاسم المقدس اللي مرسوم في القلوب ديال المغاربه. الملك كيبقى تاج فوق رؤوس المغاربه، لا لاستغلال الرموز الوطنيه والاسم ديال الملك من اجل ضرب هذا الشعب اللي كيقول له صاحب الجلاله الشعبيه العزيز. غادي نشوفوا هذا السيد هذا باسم العمل الجمعوي وباسم هذه السميه بالخصوص، هذه السميه ديال الجمعيه الملكيه واللي كنتمناوها التحييد له في اقرب وقت ممكن، رغم هي في المغرب ما كايناش او نائمه، خارج اوروبا محظوره، ولكن مازال كيستغل هذا الاسم هذا. ولنا ان شاء الله الرحمن الرحيم مازال كاينين ضحايا اللي غادي يتشجعوا وغادي يخرجوا. علاش الناس كانت كتخاف؟ هو كيهدد الامور الاخوان، ثقوا بيا جد خطيره، التهديدات ديالو جد خطيره في حق هاد الناس، هو كيهدد.
وحتى وحده ما كتق... انا سمعت البارح واحد الاوديو ما غاديش نفتح عليه، راسي حرقني كيفاش كيهضر مع سين مع مراه مسنه، سمعتو عند واحد الصديق ديالو راه زعما داكشي غريب اخوتي العزاز، غريب والله الا غريب بالله. الاوديو راه داز عبر القناه ديالو. لا هذا اوديو جديد، واوديو ياسكينه مازال جديده، وكاينه كواريس اصاحبي، وكاينه كواريس. وانا ما كنفهمش هذا السيد هذا اكثر من 20 شكايه نازله في حقه، محكوم بسنه سجنيه نافذه، راه في مرحله الاستئناف دابا، ومازال زايد في الجبروس ديالو والطغيان ديالو. وشكرا جزيلا لكم. الاوديو بعدا جاوبنا على الاوديو، الله يجازيك بخير. شنو الاوديو؟ دوز على القناه ديالك. برافو عليك خويا ادريس، كنشكرك رديتيني، راني عيان وكنعتذر حتى من المتتبعين ديالكم. والخطير في الامر الاخوان والاخوات، هو ما معاهش عقلاء هذا السيد، ما معاهش ناس اللي يرشدوه، ما معاهش ناس اللي كينصحوه، معاه غير الناس اللي كتغرقوا. بالله عليكم هو في قلب فضيحه اخلاقيه جنسيه جد خطيره اللي ما سمعناش بها من قبل. وهذه نوض، وهذه صيفط واحد السيده اللي غادي نوجه هنا التحيه والتقدير للاخ الجوكر على المجهودات الجباره اللي قام بها البارح وقبض الصوص ديالها في عدد القنوات. وهذه السيده ديما كيسخرها اللي كتداعي شي راجله واش دراكي ولا امني نافذ بمدينه اكادير. حنا ما كنخافوا حتى من شي واحد، حنا كنحترموا القانون. ما الشخص كيبقى موظف في واحد الاداره عموميه، حتى شي واحد ما غادي يجي يتزايد علينا بالتوني ديال الدراك ولا ديال الامن. فقلت تقدير لهاد الشرفاء، لكن هاد السيده هادي ان شاء الله، ومزيان ملي طرحت عليها السؤال اخويا ادريس، باين لها غادي تنزل الشكايه باسم الام ديال السيده اللي راه مازال راه العزيقه الاحتياطي اللي غادي تخرج دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد السيده هادي هي اللي غادي تنزل الشكايه، ان تم الاستدراج ديالها واش كيدخل في اطار تكوين عصابات، باش نصيفط لك انا واحد السيده تحدث معك وتقول لك هذه انا غادي نجوج لك بنتك لواحد الولد في فرنسا، ودابا اعتذري. هي شنو بغات؟ تقبض وقفات على الويلول للمصلين. شنو اللي بغات هي هذه السيده هذه؟ بغات تسمع داك كنعتذر له، قبض هو هذا كنعتذر له وقطع بزاف، وحنا عندنا ما يثبت في هذه المساله هذه، وهذا الشيء يتنزل للقضاء ان شاء الله الرحمن الرحيم للجهات المختصه. خلا غير داك ويلول للمصلين. لا كاينه واحد القضيه سمعتها حتى انا في ذاك الاوديو، قالت واخا انا مضروره. صحيح، ولكن شنو هو الهدف ديالو؟ هو كان الهدف ديالو الاسماء اخي ادريس، الهدف ديالو الاسماء هو ذاك كنعتذر، باش كيموه القطيع اللي تابعو، كيبين البراءه ديالو. حتى الادانه ديالو، السيده كتقول بان واخا مضروره على حساب بنتي غادي تزوج. المسامح كريم نعتذروا له. قالت راه سمعنا هادشي هذا كاملين، فهادشي هذا ما كيبركش من الجرائم اللي ارتكبتي في حق هاد السيده، ان هاد السيده متشبته بالحق ديالها، متشبته بالاقوال ديالها، الام ديالها كذلك حتى هي متشبته، كلشي متفق على جريده الوانكم، وتحيه للاستاذ مراد صاحب جريده الوانكم المناضل الشريف والصحفي المهني، كذلك الخويا فيس بريس زهير والطاقم ديالو اللي حاضر معنا كيتواجد في مدينه القصر الكبير، تحيه وتقدير الاخ سيدريس المراسل المهني حتى هو واللي ديما كيتحفنا بالخرجات ديالو. تحياتي لكم جميعا اخواني اخواتي، وكنعتذر منكم راني عيان والله ما قد نهضر، وشكرا جزيلا. شنو كاين اخر مستجد؟ تقبل يا ادريس اخر مستجد. اخر مستجد انتم ان شاء الله غادي تشوفوها خارجه دابا باذن الله تعالى، كتعرفوا هذه الاجراءات كتاخذ واحد نص ساعه ولا ثلث ساعه، الفلوس غادي يدوزوا للصندوق، تهبط الورقه ان شاء الله لتحت، كيتم الافراق على السيده وغادي تشوفوها خارجه باذن الله تعالى. غادي نحترموها ما غاديش نبينوا لكم وجهها، ولكن غادي تسمعوا رسالة الشكر ديالها إن شاء الله الرحمن الرحيم. سي حفيظ بن عيسى لمن تبقى تقول شكرا؟ كنقول شكرا لمراتي بالدرجة الأولية اللي قالت لي البارح نوض راجلي سير طلع. كنشكرك حفيظة بزاف، كنشكر المتتبعين، كنشكر أنا دغيا كنبكي، علاش ما كنقدرش؟ دغيا كنتفكر شي حوايج، هذا الظلم، هذا الجنس، هذا للأسف الشديد. كنشكر المتتبعين الأوفياء ديال كل القنوات بدون استثناء. كنشكركم الناس بيت فايقة الإخوان والأخوات، وهذا هو المطلوب من الشعب المغربي، هو كيهز الهموم ديال الإخوان ديالهم، الجالية المغربية كتهز الهموم ديال الإخوان ديالهم، الفقراء أو الطبقة الهشة أو الكادحة في المغرب اللي كتوقف إلى الجانب ديالها وكتساندها ضد الظلم. حنا ليس هنا في مؤامرة أو ليست مويلات من جهة، فكل شيء كان مكشوف وعلى المباشر الشيء والإخوان والأخوات، والحمد لله ربي نصرنا باش بالدعاء ديالكم. بغيت نشكر الجميع، وكنطالبوا بالشفاء العاجل الى صاحب الجلاله نصره الله، كنتمنوا له الشفاء العاجل. تحيه وتقدير لكل الشعب المغربي بدون استثناء داخل المغرب وخارج المغرب، وتحياتي لكم ايضا. الاستاذ المحترم
استاذ المحامي ان شاء الله غادي تعرفوا عليه، واحد الاستاذ مازال شاب ما غاديش نهضر اكثر حتى يعطينا الاوكي ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا جزيلا لكم. شكرنا الاسره بالقضاء الله يحفظهم، والله يشكر كل مهني في هذا المغرب هذا كنشكروه، والله يحفظ الجميع خوتي العزاز. شكرا جزيلا لكم.